قصة سيدنا ذي القرنين، قال تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ومعنى عين في اللغة أي الينبوع أو الفتحة من الأرض التي يتدفق منها الماء، ومعنى حمئة أي الملتهبة أو الحارة أو المشتعلة، وهي توحي بالحمم المنصهرة. يمكن أن نقترح بأن عبارة مغرب الشمس تعني أبعد نقطة على اليابسة تغرب عليها الشمس، وهي جزر الهاواي. فإذا كان هذا التفسير صحيحا، فبذلك يكون القرآن الكريم قد سبق العلماء لاكتشاف تلك المناطق البعيدة والتي لم تكتشف إلا في العصر الحديث. أما عبارة وجدها تغرب، أي أن ذا القرنين رأى الشمس تختفي وراء هذه العين الملتهبة التي تقذف الحمم المنصهرة باستمرار، ولا يعني أن الشمس تسقط في العين كما يدعي بعض الملحدين ممن يحاولون تشويه معاني القرآن الكريم والإتيان بمعان بعيدة عن اللغة العربية. فسيدنا ذو القرنين هو الذي وجد الشمس وهي تغرب في عين ملتهبة، وكلمة تغرب لا تعني تسقط أو تدخل، بل تعني تماما تختفي عن الأنظار، فالشمس تختفي في هذه العين الملتهبة. فهذه الظاهرة لا يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يصفها لنا في ذلك الزمن، بل إن وجود هذه الآية الكريمة هو دليل على إعجاز القرآن الكريم. فكيف علم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بوجود عين ملتهبة في أقصى الغرب؟ مثل هذه الظاهرة لم تكتشف إلا في العصر الحديث، فمن أين جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي؟ هناك فتحة نشطة في جزر هاواي تدعى هالي ماو ماو، تتدفق منها الحمم المنصهرة باستمرار خلال الليل والنهار، ولكن خلال النهار نشاهد الدخان فقط، وبعد غروب الشمس تبدأ هذه الفتحة النشطة بالتلون، حيث يتلون الدخان المتدفق بلون الشمس، وتتضح الألوان أكثر عند مغيب الشمس تماما، أي عند الغسق، فتظهر وكأنها عين ملتهبة. ولكن هل وصل ذو القرنين إلى أمريكا؟ من خلال تدبر النص الكريم في سورة الكهف نجد أن كلمة سببا تكررت 4 مرات في هذه السورة، وجميعها وردت في قصة ذي القرنين. قال تعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. والسبب هنا هو ما نسميه بالوسائل، مثلا وسائل النقل، فقد يكون ذو القرنين قد امتلك وسيلة نقل مكنته من الوصول إلى غرب أمريكا، وتحديدا إلى أبعد نقطة على اليابسة في اتجاه الغرب، أو ما يعرف بجزر الهاواي وغيرها في تلك المناطق النائية. ولأن هذه المنطقة مرتفعة جدا، يعني هي عبارة عن جبال بركانية وفيها الكثير من العيون الحمئة المنصهرة التي تتدفق منها يعني حجارة ملتهبة عبارة عن حمم منصهرة، لافا، تسمى لافا باللغة الإنجليزية. انظروا كيف تغلي، تماما مثل الينابيع، ولكن بدلا يعني نحن نقول لدينا عين يخرج منها الماء، هنا لدينا عين يخرج منها أو تخرج منها الحمم المنصهرة. وهنا أيضا نشاهد هذه المناظر المرعبة لعيون تتدفق منها هذه الحمم المنصهرة هنا في جزر الهاواي.
انظروا كيف تتدفق كأنها ماء، سبحان الله، كأن الماء ينبع ويتدفق وأنهار تجري من هذه، تخرج من هذه الحمم، من هذه العيون أو هذه الفتحات، سبحان الله. هذه الطائرة طبعا هنا تصور هذه التشققات الأرضية وتلتقط صور يعني مرعبة بالفعل لهذه المنطقة التي تغلي. ومثل هذه المشاهد يعني نادرا ما تشاهد خارج هذه المنطقة التي تقع في أقصى نقطة في الغرب أو أقصى نقطة تغرب عليها الشمس. طبعا يقول العلماء إن هذه الجزر تحوي الكثير والكثير من العيون التي تتدفق منها الحجارة المنصهرة التي تبلغ درجة الحرارة فيها آلاف الدرجات المئوية. انظروا هنا كأنه يعني سبحان الله، يعني هذه نيران ملتهبة، وهذه عين أيضا حتى شكلها دائري، وهذه عين أخرى أيضا. انظروا إلى يعني معظمها يشبه شكل العين، أشكال دائرية وفيها حجارة تغلي درجة حرارتها آلاف الدرجات المئوية، ومنظر مرعب جدا. ولكن أجمل ما في هذا المنظر هو غروب الشمس. يعني هذه الحمم عندما تتدفق هنا وتصب، غالبا تذهب وتصب في البحار وتكون أيضا جزر جديدة ومناطق جديدة. انظروا هذه كلها عيون تغلي وتتدفق منها هذه الحمم. وهنا أتذكر قول الله تبارك وتعالى عندما قال والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. انظروا دقة كلام القرآن، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، المنطقة الأقصى منطقة تغرب فيها الشمس، وجدها، من هو الذي وجدها؟ ذو القرنين. يصف لك ما يشاهد هذا، يعني الرجل الصالح يصف القرآن لك ما يشاهده. وجدها تغرب في عين حمئة. كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه في أقصى الغرب هناك عين حمئة تتدفق منها حمم منصهرة؟ في اللغة العربية نحن نعلم أن الحمأ المسنون والحمم المنصهرة كلها بمعنى العين الحمئة التي تتدفق منها هذه الحجارة الملتهبة. كيف تمكن النبي عليه الصلاة والسلام أولا من تحديد أقصى نقطة في الغرب حيث لم يكن أحد يعلم شيئا، كانوا يسمونه بحر الظلمات، وكيف عرف بوجود عيون ملتهبة، عين حمئة، وكيف استطاع وصف ما يشاهده الإنسان عندما يقف على هذه الجزيرة البركانية المرتفعة عن سطح البحر ليشاهد الشمس وكأنها تسقط وتختفي وتغيب خلف هذه العيون؟ وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. سبحان الله، يعني هذه الآية أيها الأحبة تتطابق تماما مع ما رأيناه الآن بأعيننا. يعني أنا جئت بلقطات من جزر هاواي وغروب الشمس الذي رأيناه الآن، هذا الغروب الرائع الذي ترى الشمس كأنها قرص يسقط أيضا من هذه المنطقة، ورأينا العيون التي شكلها يشبه العين، ورأينا الينابيع الملتهبة تتدفق، ينابيع من الحمم المنصهرة. الملحدون حتى هذه اللحظة يقولون إن القرآن يحوي خطأ علميا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما يدعون كان يعتقد أن الشمس تسقط في عين حمئة. من قال ذلك؟ القرآن يصور لنا ما رآه
أو ما يراه الإنسان عندما يقف في أقصى نقطة من الغرب، لأن الله تعالى يقول عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها، هو يصف لك ما يراه هو، ولا يتحدث هنا عن حقيقة علمية. عندما يتحدث القرآن عن حقيقة علمية يتحدث بصيغة المطلق، لا يقول لك وجدها، لا، يقول مثلا والشمس تجري لمستقر لها، يقول مثلا وسخر لكم الشمس، لا يتحدث بصيغة وجدها. لو كان القرآن قال والشمس تغرب في عين حمئة لكان هناك خطأ علمي فادح. انظروا الدقة أيها الأحبة، ما الذي فعله الملحدون؟ أغفلوا هذه الكلمة، كلمة وجدها تغرب في عين حمئة، وأغفلوا المعجزات العلمية الكامنة وراء هذه الآية، وقالوا لك انظروا إن المسلمين يعتقدون أن الشمس تسقط في العين أو تسقط على الأرض. من قال ذلك؟ القرآن لم يقل ذلك. وللأسف نجد الكثير من الشباب الملحد يتبع هذا القول دون أن يفكر ودون أن يبحث ودون أن يعني يتعرف على أي شيء. لذلك أيها الأحبة، الآن كل إنسان يعتقد أن القرآن فيه خطأ علمي بهذه الآية، ينبغي أن يراجع نفسه ويدقق على كلمة وجدها التي تصف لنا ما وجده أو ما رآه ذو القرنين. الإنسان العادي عندما يرى ظاهرة وصفها لنا القرآن بدقة، ووصف لنا العيون الحمئة هناك. من الذي أخبر النبي عن وجود عيون حمئة في أقصى الغرب مغرب الشمس؟ إذن لا نملك إلا أن نقول سبحان الله. انظروا دقة كلام القرآن: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، المنطقة الأقصى منطقة تغرب فيها الشمس، وجدها، من هو الذي وجدها؟ ذو القرنين. يصف لك ما يشاهد هذا، يعني الرجل الصالح يصف القرآن لك ما يشاهده: وجدها تغرب في عين حمئة. كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه في أقصى الغرب هناك عين حمئة تتدفق منها حمم منصهرة؟ في اللغة العربية نحن نعلم أن الحمأ المسنون والحمم المنصهرة كلها بمعنى العين الحمئة التي تتدفق منها هذه الحجارة الملتهبة. كيف تمكن النبي عليه الصلاة والسلام أولا من تحديد أقصى نقطة في الغرب حيث لم يكن أحد يعلم شيئا، كانوا يسمونه بحر الظلمات، وكيف عرف بوجود عيون ملتهبة عين حمئة، وكيف استطاع وصف ما يشاهده الإنسان عندما يقف على هذه الجزيرة البركانية المرتفعة عن سطح البحر ليشاهد الشمس وكأنها تسقط وتختفي وتغيب خلف هذه العيون؟